معسكرات الإرهاب في غزة لازم تنضرب، كتائب القسام اللي بتدربهم وتوردهم لنا هنا لازم تنضرب، معسكرات الإرهاب في غزة لازم تنضرب، كتائب القسام اللي بتدربهم وتوردهم لنا هنا لازم تنضرب. زي ما إسرائيل أدبتهم إحنا نقدر نأدبهم، زي ما إسرائيل أدبتهم إحنا نقدر نأدبهم، إحنا نضرب علشان يحترموا الجزمة المصرية. ساعتها هيبوسوها ويعرفوا مصر قيمتها قد إيه. قسما بالله العظيم لو ما الدولة اتحركت ضد حماس وضد هذا العدو فورا، ده احنا نستحق اي حاجه تحصل. انت دلوقتي قدام تنظيم ارهابي وجماعه ارهابيه، انا بطلب من الجيش المصري ضرب هذه المعسكرات في غزه، ومش عايزين حد يجي من غزه نهائي. اقفلوا موضوع غزه واقفلوا موقف بعض الربع، مش عايزين حاجه تجي من عندهم، لا خير ولا شر. اللي عايز اللي يموت يموت هناك، لا هنعالج ولا عايزين حد يدخل عندنا. اضرب حماس، اضرب حماس.